بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله هنبدأ مع بعض نحل exercises اللي موجودة في كتاب المعاصر الصف الثاني الإعدادي. الوحدة الأولى يونت 1 اسمها coming home، إن شاء الله هنبدأ نحل فيها النهاردة بإذن الله. الوحدة الأولى هناخد الإكسرسايز general exercises 1 and 2. السؤال بادئ استماع، او الاكسرسايز الامتحان دايما بيبدا بسؤال استماع. سؤال استماع بيقول لك listen and choose the correct answer from A, B, C or D. الصفحه ديت اللي هي on page 34. بنبدا سؤال استماع. قلت يعني المفروض ان انا لما اجي احل سؤال استماع اقرا الاسئله الاول وبعد كده استمع لنص الاستماع اعرف أحل عليه. يبقى أقرأ الأسئلة الأول. مثلا what is the interview about، يعني في interview، الانترفيو ده عن إيه؟ عن شريفة ولا شريفة's neighbors، جيران شريفة، ولا شريفة and her family، ولا شريفة's friends. شريفة is my best niece ولا aunt ولا sister ولا friend. how many people are there in the شريفة's family، كم عدد العيلة الأسرة بتاع شريفة. they get up at، بيصحوا الساعة كام. نقرأ الاستماع ونشوف هو بيتكلم عن ايه. الاستماع بيقولك today is أو today's interview is about شريفة and her family. يبقى الانترفيو بتاع النهاردة أو عن شريفة and her family. يبقى السؤال الأول شريفة and her family. نكمل قراءة. شريفة is my best friend، صديقتي المفضلة. يبقى شريفة is my best friend. number 3 how many people are there in شريفة's family. هنا نقرأ there are 5 people in شريفة's family. شريفة's family get up at 6:30، بيصحوا 6:30 اللي هي 6:30. يبقى انا كده لما اقرأ الاسئلة الاول اقرأ الاسئلة الاول واستمع للنص اعرف احل عليك احسن من اني اسمع واحل على طول. question number 2 عندي اللي هو complete the following dialogue. عندي عشان احل الديالوج اتعلم ان انت تقرأ الاول الديالوج عن ايه. يعني عندك بيقول لك لين اسكس رقية about her daily routine. لين بتسأل رقية على daily routine. طيب طالما بتسأل رقية على daily routine، طالما ده daily routine يعني عادة متكررة يوميا، يبقى ده في زمن ايه؟ يبقى لازم تبقى في زمن المضارع البسيط، مفيش حاجة فاتت في الماضي او حاجة مضارع مستمر دلوقتي. يبقى لازم لما اجي اسأل واجاوب على daily routine يبقى كله في زمن present simple tense. ليه بتقولها can I ask you some questions، ممكن اسألك بعض الأسئلة. طبعا جاوبت إجابة سألتها سؤال لا I get up at 6:30 a.m. صباحا. what do you usually do، هذا السؤال يشوف هنا مضارع بسيط. what do you usually do before going to school، برضو سؤال في مضارع بسيط. بتعمل ايه قبل ما تروح المدرسة، اي اجابه ممكن متاحه. سالت سؤال لين، سالت السؤال قالت لها yes I sometimes listen to music on my way to school. what activity do you do every week، بتعمل ايه الانشطه اللي بتعملها كل اسبوع، هنشوف ايه بتعمل ايه. نحل بقى مع بعض. can I ask you some questions، طبعا لو واحد بيقول لك ممكن اسالك بعض الاسئله هتقول له ايه، تقول له نعم تفضل. يبقى yes of course، بالطبع. قالك I get up at 6:30. الإجابة دي طبعا في المضارع البسيط، يبقى لازم أحط سؤالي في المضارع البسيط. أقول إيه عندي وقت، يبقى when، مفيش فعل مساعد بس الجملة في المضارع البسيط، يا إما do يا إما does. عندي I بتتحول ليو، يو بتاخد do، يبقى when do. اي حولتها لي، يبقى when do you get up.
متى تستيقظين؟ هتلاقي get up at 6:30. طب what do you usually do before going to school؟ بتعملها قبل المدرسة. الأول اتعلم حل بعد الفعل المساعد. يو بتتحول لآي يبقى I usually. هنكتب إيه؟ كل واحد براحته. ممكن تقول I usually pray، يعني دايما بصلي قبل المدرسة. أو ممكن تقول I usually have my breakfast، دايما بفطر. أو I usually wash my face before going to school. ممكن أكتب هنا I usually have my breakfast. I usually have my breakfast before going to school. Question number 4 بيقول لك الإجابة yes I sometimes listen to. يبقى عندي I بتحول ليو، يبقى أحط السؤال بدو. يبقى do you listen to music on my هتتحول ليور، يبقى on your way to school. يعني انت متعود او متعودة تسمعي موسيقى في طريق المدرسة. Yes. What activity do you do every week؟ ايه الانشطة بتعملها كل اسبوع؟ ممكن تقول I usually read books in the library، في المكتبة. دي من الأنشطة. بعد كده question number 3 عندي choose the correct answer from A, B, C or D. On Sunday، on Saturday I usually not time with my cousins. time بيجي معاها يقضي وقتا، يبقى I usually spend time with my cousins. number 2 I prefer sitting on the، it's more comfortable than the chair، أكثر راحة من الكرسي. صوفة ولا دور ولا تيبل ولا ماب؟ طبعا صوفة اللي هي الأريكة هي طبعا أكثر راحة من إيه؟ من تشير الكرسي. question number 3 ده طبعا page 35. question number 3 what do you do to not fun؟ I play chess. يبقى what do you do؟ fun بيجي معاها الفعل have fun، ان هو يكون يستمتع بوقته. يبقى what do you do to have fun؟ last week، طالما عندي last week يبقى سؤال في كلمة في الماضي. I had with دكتور مجدي يعقوب. I had a subject، موضوع ايميل ولا انترفيو مقابلة ولا بص طبعا عمل مقابلة مع الدكتور مجدي يعقوب. I had an interview. not my friend every evening is one of my interests. ايه اللي بيعمله انا وصديقي كل يوم بالليل هو من اكتر اهتماماتي. doing ولا texting. doing do يفعل، texting اللي هي ارسال الرسائل النصية. reading ولا playing القراءة ولا اللعب. طبعا texting my friends ارسال رسائل نصية الى صديقي يوميا كل مساء، ديت من اهم اهتماماتي. Egypt مصر، طبعا مصر ديت لا هي قرية ولا هي مدينة صغيرة أو مدينة كبيرة، طبعا هي دولة. Egypt is the most important نقطة in Africa. village قرية ولا city مدينة ولا country دولة ولا island جزيرة، طبعا country دولة. at نقط we have our sandwiches and play in the playground. break في الفسحة، class في الفصل، time table الجدول ولا lesson الدرس. يعني بناكل have sandwiches، بناكل سندوتشاتنا وبنلعب في الحوش. في at break في الفسحة. number 8 question number 8 what do شريفة and her dad not in the evening. عندي سؤال في what do، يعني في زمن المضارع البسيط.
طالما السؤال في زمن المضارع البسيط يبقى احط الفعل في المصدر اللي هي do. My parents not drink tea with meals. لازم اكمل الجملة للاخر عشان اعرف هي الاجابة نهين. بقولك زي don't like tea، ما بيحبوش اصلا الشاي، يعني هما مش بيحبوا الشاي. يبقى always ولا usually ولا often ولا never؟ طبعا never، لان هما مش بيحبوا الشاي اصلا، يبقى عمرهم ما بيشربوا الشاي مع في مع الوجبات. People not usually work on Fridays. People جامع ولا مفرد؟ جامع. يبقى الجامع بياخد don't ولا doesn't؟ بياخد don't. يبقى people don't usually work on Fridays. السؤال الرابع، complete the sentences with the correct form of the words in brackets. It never. It مفرد ولا جمع؟ وعندي never من ظروف التكرار. يبقى it مفرد احط الفعل s، يبقى it rains. He often برضو هي مفرد وoften ظروف التكرار، يبقى does. Where often do you play tennis؟ فيش حاجة اسمها where often. Often بيجي معاها how often اللي هي كم عدد المرات، يبقى how often do you play tennis. Does you، أنا عندي you جامع تاخد do، يبقى do you like to study. Question number 5، write a paragraph of about 90 words on what you and your family do on holidays. ده محلول في نهاية الكتاب، ممكن تقرأه هناك، وإن شاء الله نكمل في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.